السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ جزاك الله خير. الحمد لله، تفضل. شيخنا، بالنسبة لبيع التقسيط، بس لا يمتلك محل وبيقوم، يعني لما حد يطلب منه شيء هو بنفسه بيشتريه وبروح يوديه للزبون ده، يعني. والله يا أخي، هذه حيلة صارت من حيل الربا، فبدل من أن يعطيه الفلوس يقول له شوف السلعة التي تريدها واشتريها وقسطها له بالربا، فهي حيلة من حيل، هي حيلة في من حيل الربا، والله أعلم. والله أنا نعم، إذا امتلك وخيره يعني مشيت شوي، والله أعلم. وإياك الله يحفظكم.